تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل ملاهي ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي وأتى السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظر إلى النسوان عند ملاهي وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله.